قدس الأرشمندريت كريستوفوروس عطلة أقامت شبيبة القديس بطرس احتفالها السنوي بمناسبة رأس السنة الميلادية بحسب التقويم الشرقي. وقدمت الشبيبة العرض الأول لفيلم شوزافريني العصر على مسرح المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في شمساني. وحضر الاحتفال عدد من الآباء الكهنة وجموع من أعضاء الشبيبات المختلفة وجمع من المدعوين والرسميين. وأشاد الأب عطلة بما قدمه أبناء شبيبة القديس بطرس في هذا العمل الذي يمنحهم القدرة على التفكير بالحرية بمفهومها الحقيقي. ونحن ماشيين بهاي الحياة بحياتنا هون على الأرض اللي هي حياة وقتية زائلة، بلحظة منغادر هاي الحياة وبنروح للحياة الأبدية. غاب هذا الشيء مش لازم ننساه كمسيحيين، لأنه وطننا هو السماء. كتير مرات مننغار ومننسى حالنا هون في الأرض ومنفكر إنه كل إشي أرضي هو دائم إلنا. اليوم أبنائنا وصلونا رسالة، شبيبتنا وصلتنا رسالة، ومعنا دقوا جرس الخطر. وأعرب أعضاء شبيبة القديس بطرس الجامعية والعاملة التابعة لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية عن فرحهم بكل من شاركهم في هذا العمل. إحنا صراحة منآمن بالشبيبة بأنه إحنا إلنا دور بالكنيسة وبالمجتمع، وبالتالي إحنا في كل احتفال في كل سنة بهالمناسبة منعمل عمل منحاول نقدم فيه رسالة. في كل سنة كان في عنا عمل مختلف، السنة هاي كان الحلقة الثانية من مسلسل يعني إحنا سميناه اسمه شيزوفرينيا العصر. وبالمسلسل بلعب دور سارة. سارة وخطيبها عم بيهتموا بالمستقبل كتير، عم بينسوا الواقع. الواحد لازم دايما يتوكل على ربنا بالنسبة للغد وبالنسبة للمستقبل ويشتغل على الحاضر. شيزوفرينيا هي عبارة عن حلق جزء تاني من سلسلة بلشنا فيها قبل سنتين تقريبا. هلأ فكرة العمل هي أنه إحنا كان بهمنا نركز على الانفصامات الموجودة بحياتنا، حاولنا هاي هذه الحلقة تكون أكثر علاقة موضوع اجتماعي. فعليا العمل كله عبارة عن مجهود شخصي من الشبيبة، ما في أي إشي من برا. عن هي شيزوفرينيا بتحكي عن المشاكل، طبعا جزء من المشاكل اللي إحنا بنواجهها في حياتنا اليومية، زي مثلا إنه واحد ضل يأخذ سيلفي، وثلاث أرباع الناس هلأ هيك يعني كل همها سوشيال ميديا وهاي الأشياء.